هنا على الحدود الجغرافية شرقية مدينة ترهونة بمنطقة القصاعة، حيث تشتهر هذه المنطقة بجودة إنتاج تربتها من فاكهة البطيخ أو الدلاع كما هي متعارف عليها بين أهالي هذا البلد. الدلاع إحدى أشهر الفواكه الصيفية وأكثرها طلبا في السوق لاحتوائها على نسبة عالية من الماء تصل إلى 90%. مزارع منطقة القصاعة تشتهر بكثرة الإنتاج وجودة طعم البطيخ، ويرجع ذلك للتربة التي تتمتع بها هذه المنطقة. وإحنا هنا في المنطقة التربة تختلف، فيه التربة الجديدة وفيه التربة المستعملة. التربة الجديدة تعطي في إنتاج أكثر، ليش؟ لأن فيه نقص بالنسبة للتربة المستعملة، نقص في الأسمدة كيف ما نقول احنا بالدمان. الدمان هذا ضروري منه في الواحد، الدمان نتاع الدجاج والغنم الدلاع ايضا ارتفعت اسعاره مؤخرا، واعاز المزارع سببه لغلاء اسعار الاسمده والحبوب، حيث ارتفعت اسعارها بنسبه 300%، ولا وجود لاي دعم من قبل الجهات المعنيه للمزارعين والزراعه. الفلاح كذلك حتى هو لازم إذا توصل شكارتين توصل لعند 300 دينار، معناها هو يبي ديما 40-50 شكارة سماد، بياش بيطلع بهذاك الحساب. الزريع على الظرف يوصل لعند 450 جنيه، شوف يعني كنا زمان ناخذ فيه 45 جنيه، توا 450 دينار، يعني فرق يعني لبس به. فلهذا الأسعار متعلية علشان أن الفلاح جايته كلها التكلفة غالية. على الرغم من ارتفاع تكاليف الزراعة، إلا أن أبناء الشمس لا يزالون يحافظون على هذه المهنة المعطاءة والتي تأخذهم إلى المزارع الطبيعية، حيث يجدون الوقت لطهي الذرة خلال وقت جني ثمار البطيخ. لقناة ليبيا بانوراما، محمد شكير، ترهونة.